وسهلا متتبعي قناة مطبخ وتدابير سارة. اليوم جبت لكم وصفة تاع كريمة الليمون اللي نعمر بها لي فون دو تارت اللي خدمناهم الفيديو اللي فات. ريحتها وبنتها ولا اروع. النتيجة اللي تحصلت عليها عفوا هذه هي. نقول لكم تبعوا الفيديو الاخر، فرجة ممتعة. اهلا وسهلا متتبعي قناة مطبخ وتدابير سارة. سارة بوزيان، اليوم جيتكم بوصفة كريمة الليمون باش نعمروا لي فون دو تارت اللي خدمناهم الفيديو السابق. فيها مقادير بسيطه والنتيجه تاعها ولا اروع. والحاجه اللي مليحه فيها، كاين بزاف اللي عندهم حساسيه تجاه البيض، هذه الكريمه بدون بيض. دوك نجوزو مباشره على بركه الله للمقادير. بالنسبه للمقادير، عندي هنا كاس ليمون معصور ومصفي كما راهو موضح هنايا، كاس ليمون معصور ومصفي، تنجموا تعوضوه بالبرتقال. عندي كاس ما، عندي كاس سكر وكاس غير ربع، يسمى كاس زوج كيسان، الاول معمر والثاني كاس غير ربع. عندي زوج مغارف مايزينا عفوا معمرين بهذه الطريقه بهذا الشكل، هاوليك بومبي. عندي مغرفه زبده مارغارين، وعندي هنا عطر الليمون، عطر الليمون وأوميم طو ملون. دوك نجوزو مباشره على بركه الله لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، جبت كسرونه ديالي هنايا، نحطوا فيها الكاس تاع الليمون، بسم الله، نضيفوا فيها الكاس تاع الماء تاني، بسم الله، نضيفوا فيها الكاس تاع السكر والكاس تاني كاس غير ربع كيما شفتوني مكيله هنايا. بالنسبه للحلاوه هذا الشيء يرجع لكم، تنجموا ديروا كاس وما تزيدوش. انا كيما اليوم حبيت نديرها شويه حلوه، ما حبيتش يسمى تجيني شويه قارصه، دونك هنا درت كاس والثاني كاس غير ربع، يسمى درت كاس والثاني نحيت منه ربع. نديرو زوج مغارف تاع لا مايزينا هنايا بهذه الطريقه، نخلطوهم مليح هنا بارد في بارد بهذا الشكل، من بعد نحطوهم فوق النار حتى تتقال لنا الكريمه تاعنا. الكريمه هذه تجيكم بزاف بزاف بنينه، النتيجه تاعها تفرحكم باذن الله، ومتعدده الاستعمالات، يسمى تقدروا تستعملوها في لاباتيسخي، في بزاف صوالح اللي نستعملوا فيهم كريمه الليمون. والحاجه اللي مليحه فيها، اللي عندهم حساسيه تجاه البيض، هنايا حنا استغنينا على البيض تماما، يسمى كريمه سهله وما كاش كيما نقولوا اللي ما تنجحلوش. خلطوا هكايا حتى تحسوا باللي السكر ذاب، ونحطوها فوق النار. بالنسبه للمارغارين والعطر تاع الليمون نضيفوهم في الاخير. انا حطيت الخليط تاعي، الكريمه تاعي فوق لا كويزينيير، ودرتها على الفرن الصغير هدايا، ونستمروا هكا في الخلط حتى تتقال لنا كامل الكريمه تاعنا. هنا بقاو خلطوا باش تحصلوا على نتيجه مليحه. هنا بعد ما تقالت لي الكريمه تاعي بهذا الشكل، هنا واش نضيفوا؟ نضيف المغرفه تاع المارغارين اللي ذكرتها لكم في الاول، ونضيفوا عطر الليمون بهذا الشكل، نخلطوا الكل مع بعض. نهبط هنا المارغارين من هذه المغرفه بهذا الشكل، ونستناو عليها تبرد، ونعمروا باذن الله تعالى لي رامكان تاعنا، لي فون دو تارت عفوا اللي حضرناهم قلت لكم مع بعض. شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها بعد ما ضفت العطر الليمون، وقلت لكم او ميم طو ملون، ريحتها راهي ما شاء الله. وهنا تحصلوا على كريمه اقتصاديه بدون بيض، نتمنى تجربوها البنات، ما راحش تندموا عليها. قلت لكم متعدده الاستعمالات، اي حاجه راح تخدموا كيما نقولوا حنايا بكريمه الليمون، هذه الكريمه سهله والنتيجه تاعها ولا اروع. انا دوك هنا واش ندير؟ نستنى عليها تبرد شويه، نجيبوا لي فون دو تارت تاعنا اللي خدمتهم معاكم لا فوا باسي، وتشوفوا النتيجه اللي راح نتحصلوا عليها. هاد لي فون دو تارت قلت لكم انا كوميرسيال، تجاريين، لا فوا باسي قلت لكم هاد لي فون دو تارت تجاريين، تحبوا تخدموا بهم للمقاهي ولا الاعراس الافراح، هاد الكريمه بزاف هايله وراح تمد لكم نتيجه. مام اللي دوقها ما راحش تقهموا، ولا او كونترير راح يستبنها مليح مليح. دوك انا قلت لكم ونعاود لكم، نخليها تبرد ونجيبوا لي فون دو تارت تاعنا، ونكملوا الوصفه للاخير. هنا بعد ما خدمت الكريمة الليمون تاعي خدمناها مع بعض، نخلوها تبرد شويه، نجيب لي فون دو تارت اللي خدمناهم لا فوا باسي. انا نخزنهم بهذه الطريقه، هايدي كيسمى طريقه كيما نقولوا حنايا
صحيه وما يتكسروا لكم شو كامل. انا نشري هاد لي بواط نخزن فيهم هكا لي فون دو طاغ، دوك نمسح البلون دو طرافاي تاعي كامل ونحط الكميه اللي راح نعمرها. ستفت لي فون دو طاغ تاعي بهذا الشكل، نجيبو غراف صغير ولا مغرفه، المهم الحاجه اللي نعمرو بها وتكون بخاتيك ما تمرمدلناش الحاله، ونبداو نعمرو بهذا الشكل. هاد الكريمه اولا اقتصاديه، وثانيا الله يبارك كيما نقولوا تعمر لكم شحال شحال من وحده هكذا تاع لي فون دو طاغ، وثانيا شوفوا اللون تاعها ما شاء الله وريحتها راهي معبقده. نتمنى تجربوا هاد الوصفه لي فون دو طاغ بكريمه الليمون، راح تنجحوا فيها باذن الله تعالى سواء للدار ولا تخدموا للناس. هذا الشيء كيما نقولوا حنايا كل واحد كيفاش يحب، مام تكونوا ماشيين ضياف الناس نعرفوهم كامل يحبوا هاد لي فون دو طاغ، دونك هنا مام كي تدوهم راح تحمروا وجهكم بهم. دوك انا نكمل نعمر كامل لي فون دو طاغ ونزينوهم مع بعض. عمرتهم بهذه الطريقه، درت كميه بكريمه الليمون ودرت كميه بكريمه البرتقال، شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. هذه هي دوك حنا قبل ما تخدموا بالكريمه قلت لكم نعاود لكم خلوها تبرد شويه. علاش؟ باسكو كيكونوا لي فون دو طاغ تاعكم مبسين، دوك نفتح لكم وحده هنا مع بعض صافي، هنا كون تكون سخونه راح تفتت لكم لي فون دو طاغ. دونك هنا خلو الكريمه تاع الليمون تاعكم تبرد شويه تبقى دافيه وخدموا بها، هذيك النتيجه اللي تحصلت عليها. هنا جبت شويه سكر غلاس كيما راكم تشوفوا هنا، ونبدا نسوبودري في الطرف تاع لي فون دو طاغ تاعي باش يمدوا لي كيما نقولوا حنايا غفلي شباب بهذه الطريقه. هايليك يسمع على بالنا بلي سكر غلاس يتماشى مع كريمه الليمون مليح. ميم كي ترشوا شويه كريمه الليمون من الفوق ما كيما نقولوا حنا ما تقلقوش، باسكو راح تمد لكم منظر بزاف شباب. هنا رشوا بالعقل بالعقل بهذه الطريقه. بعد ما سوبودريتهم بهذه الطريقه شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. يسمى كل ما تضيفوا لهم اضافه راح يتبدلوا لكم لي فون دو طاغ تاعكم يزيدوا يبهاو. هنا قطعت حبه قارص وحبه برتقال هنا بهذه الطريقه شكل مثلث على حسب الحجم تاع لي فون دو طاغ تاعنا. هنا تحبوا تعكسوا ديروا البرتقال للليمون والليمون للبرتقال، ولا تحبوا البرتقال مع البرتقال والليمون مع الليمون، هاد الشيء يرجع ليكم. راح نحط بهذه الطريقه التزيين راح يكون هكذا، ما نشارجيش لي فون دو طاغ تاعي باش يبان لي الكريمه اللي من الفوق. تحبوا تاني تزينوهم بوريقه نعناع هاد الشيء يرجع ليكم. دوك انا نكمل كامل التزيين ونحطهم في الكيسان، وبحول الله تعالى نتلاقاو في صحن التقديم. عفوا البنات، بعد ما زينتهم بهذه الطريقه حطيتهم في الكيسات، شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. دوك هنا نقسم معاكم حبه باش تشوفوا كيما نقولوا حنايا النتيجه اللي تحصلت عليها في لي فون دو طاغ وفي لا كريم. نتمنى تجربوا الوصفه، كملوا معايا الفيديو للاخر. دوك هنا البنات نفتحوا حبيبه مع بعض باش تشوفوا القوام تاعها. هايليك شوفوا يعني ما شاء الله الحبه تقسمت فاسيلمون باسكو الفون دو طاغ خدمتهم لكم بواحد الوصفه ما شاء الله. شوفوا لا كريم كيفاش تجي، يعني تجي شاده روحها، ما الشكل تاعها مليح، كل حاجه شابه فيها. نتمنى تجربوا الوصفه، راني نقول لكم نعاود لكم. وهاد لا روسيت من لي فون دو طاغ حتى لا كريم هادي روسيت تجاريه، يعني نقول لكم كوميرسيال ماشي اللي نخدموها في الدار. وبالنسبه لا كريم هاني نقول لكم نعاود لكم بدون بيض، كاين بزاف ناس عندهم حساسيه تجاه البيض، دونك هنايا نحيت لها البيض كاريمون وتتحصلوا على نتيجه ما شاء الله هاي اللي كي مضحه قدامكم. نقول لكم تهلاو في رواحتكم، الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام سلام.